بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب الثانوية العامة. يا رب النهاردة تكونوا كويسين، جاوبتوا كويس وركزتوا وتعبكم راحش هدر، وبالتوفيق. وخلاص ننسى المادة في اللغة العربية دي ونفكر في المادة اللي بعدها، وبالتوفيق لطلاب الأدب بكرة في اللغة العربية إن شاء رب العالمين. يا جماعة النهاردة جايكم بخبر عاجل: التعليم تكشف عن 5 محافظات الأكثر غشا بالموبايل في امتحانات الثانوية العامة، تعرف عليها متابعينا لأول مرة، رجاء الاشتراك في القناة. أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلا بشأن عدد المحافظات التي تصدرت مشهد الغش بالموبايل خلال امتحانات اليوم السبت الموافق 10/7/2021 في مادة اللغة العربية لطلاب الشعب العلمي للثانوية العامة. وأكدت الوزارة أن غرفة العمليات المركزية قد تلقت عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 8 حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة في المحافظات الغربية والبقالية المنوفية والفيوم وبني سويف، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات، وسيتم الإعلان عن تلك الحالات والإجراءات فور الانتهاء منها. كما تلقت غرفة العمليات خبرا من وزارة التربية والتعليم محافظة أسوان يفيد بنقل الطالب عين صاد سين إلى المستشفى بعد شعوره بحالة إعياء أثناء تأدية الامتحان اليوم، وتم عمل تقرير للطالب لضمان حقه في أداء الامتحان بالدور الثاني. جليل بالذكر أن يوم الأحد الموافق 11 يونيو 2021 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة الشعب الأدبية امتحان اللغة العربية بإجمالي عدد 257,145 طالب وطالبة. كما يؤدي طلاب الثانوية العامة ستيم امتحان مادة مقاييس المفاهيم اللغة الإنجليزية بإجمالي 1179 طالب وطالبة، ويؤدي طلاب الثانوية العامة المكفوفين امتحان مادة اللغة العربية ورقة أولى بإجمالي 255 طالب وطالبة. بالتوفيق لطلاب الثانوية العامة يا جماعة، وركز في مادة في المواد اللي جاية، والامتحان خلاص ننساه، قدر الله ما شاء فعل. عندنا ناس بيقول اللي كتب غلب، وربنا يكرمكم في رب العالمين. بالتوفيق والسداد في المواد القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.